زينب زينب قومي افتحي الباب اللي بتاع اللبن. قوم انت افتح يا حسين، انا تعبانه. لا معلش قوم افتح انت. والنبي قوم افتح انت. إيه؟ هو مفيش حد في البيت ده بيرحم كله على دماغ حسين؟ حسين انا مش عارفه مين اللي ما بيرحمش في البيت ده. ما انا غاتلكم غسيل امبارح وحالي مهدود. يعني انا اللي بلعب؟ ما انا الاخر واقف على رجلي 10 ساعات ساعه. مبسوط؟ انا امسحت البيت. ايه طيب. جاي جاي بابا. جاي تحافي ليه؟ خش البس بشبك وانت عامل زي القرجوز. السلام يا استاذ بابا، انت فين بنطلونك؟ امشي يا ولد يا قليل الادب. اتفضل امشي قليل الادب. مالك مسروعة كده ليه؟ تعالي بسم الله الرحمن الرحيم. يا احلام يا بنت قومي حضري اللبن لاختي. بس يا اختي بس تنام. الموسيقى احسن علاج للنوم. يا شيخة ليه؟ يا احلام يا بنت يا احلام بس يا احلام يا احلام فين انت يا دنيا طارق؟ امك قوي عبارة كده ليه؟ ينفع يعرق تركي؟ معلش يا ماما انت عارف ماما بس روح بس احلام يا ولا انت قايل انت حد دلوقتي يا منصوف الراب عادل الراب الصحاب الراب ولا ماشي يا اخواتي يا ابني هتتاخر في اللي بيخلفوها طب يا روح روح لاحلام خليها تحضر اللبن نقطه انت معجون بميه ايه ميه الفريد وميه الفريد يا حسين يا احلام هكلموني يا ناس اوه وانا طيب الله ده مين اللي فاتح الراديو ده على الصبح؟ فلاتون الله 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 يا بنتي يا بنتي راح اغني واقول وعلى صباح الخير يا نبيله. صباح الخير يا بابا. ادي اللي انت فالحه فيه، انا مش قلت لك 100 مره تبطلي راس البايخ ده؟ وانت مالك انت يا بايخ؟ عايزه تمشي على حل شعر ده بعد طبيعيك النهارده ترجعي متاخره زي امبارح. وهتعمل ايه يعني؟ هقطع رقبتي. لا فالح
هتسكت ولا اقول لبابا؟ هتقولي له على ايه؟ خلطونا. انت كذاب. انا مش كذابة، انت بتشرب سجاير. والله يا عالي يا سيسام، مش ناقص الا السجاير. دي كانت سجارة حلاوة يا بابا، اشتريتها من مراد. كذاب يا بابا، ما تصدقوش. هو انا اهدى كان فيكم عيش لما حكى فيكم سجاير. والله العظيم لو اسمع تاني مرة انك سيبت سجارة واحدة، لا انا هقطم رقبتك دي حتتين. مش كفاية انك سقطت في الامتحان يا فالح؟ مش سجارة من وشي يا بابا دي كانت. ولا كلمة. فو قليل الأدب. انت السبب في اللي كده. والله والله يوريك. بص وتمتعوا. يا بنت يا بنت شفت الرقبة تقولها بس. أنا خالتة من الصغيرين ما هيطلعوا لي الكبار. يا عيني يا عصب. نادر. يا بنتك قرشة بس يا حسين. بس يا سيدي في ايه؟ يلا يا ولد روح خد قرش من تحت المخدة، اوعى تزود قرش واحد بس. والله ما حد هيحس امله غيرك. انا الف مرة قلت لك يا حسين لازم نمسك ايدنا في المصاريف، عندك بنات هيكلفوا تقلهم فلوس. يا ستي ربنا هو اللي بيرزق. والله ما انا عارفة لو واحدة اتخطبت فيهم هعمل ايه. يبقى ساعتها حلها الحلال. اهو انت كده ما يعجبكش كلامي، قال على رأي المثل. عارفه عارفه، قال لو جابوا للمجنون ألف عقل على عقله ما يعجبوش غير عقله، مش كده؟ الله ما حد هيجنني. بس ايه يا ثانية؟ ايه يا بس عايزة ايه؟ ايه؟ مش ايه؟ مش ايه؟ فين نظارتك؟ خدي امسكي. عاوزة بنا في نصاعك. ايه؟ بنا في نصاعك؟ انت لسه ما شفت الرقبة ما طلعتيش من البيضة. يا نبيلة يا أحلام. نعم يا ماما. طب قولي صرحي ما شفت الرقبة دي وخلصوني من الرسالة ده عصب. بنا فهمت كمان اللي انت عايزاه. دي زي العيد لكن هو مش عارف الصراحه شعر. فوتي قدامي. يلا تعالي هنا يا حسين. تعالي حاجه كمان. احلام نبي تصرحي سوسن شعرها. كفايه سبسبه في شعرك انت وصرحي لاختك. ده مش شغلي انا، ده شغلك انت يا دام قعدتي في البيت. بكره تقعدي انت كمان. انا اقعد في البيت ده بعدك. انا هدخل الجامعه. يا احلام فين الفطار؟ عاجبك كده؟ يعني اسيب بابا من غير فطار واصرح لسوسن؟ اه. طب صرحي لها انت. تعالي فوتي قدامي. تعالي هصرح لك شعرك وامر الله. يا ماما 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 هتعمل ايه بالتمانين قرش؟ حد في مقاطعك كمان يا ماما. ايوه عشان توجع دماغك. هات الفلوس دي. هات الفلوس. هات الفلوس يا مقصف الرب. فلوس يا ماما. فلوس يا ماما. قولي ماما. فلوس يا 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 سامي. سامي ايه يا بابا؟ يا بنت سمعت راديو الجرام بيذيع اخبار علاوات الموظفين ومش عارف مش عارف اشغل الراديو. مش عارفين تشغلوه. طب ها ترى نزع السلاح. روح جاتك قرش لما يقرصك قليل الادب. ويقول المراقبون ان المباحثات قد فشلت. سياسه ايه؟ واليكم في مقالي ملخصا لها في التي وديعت في هذه المرحله. خلينا نسمع الاخبار السوفيتيه للانباء. ان بابا بيسمع اخبار علاوات الموظفين الجديده. يعني فيها فستان جديد. ايه ده فين؟ بابا جات له علاوه كده. والله ما حدث الا عن بدري. صحيفه معاريف المسائيه صدر قانون ربط الميزانيه الجديده وسيبدا من اول الشهر القادم صرف علاوات الموظفين. ايوه كده يسلم بقك. زدنا يا ستي. انا اقولك زدنا 3 جنيه و48 قرش و8 مليم. وانا عايز بدله وجزمه لميه وجفط. وانا يا بابا عاوزه بسكليته كمان. ده تتبينه. ده تتبينه. حاضر 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 حاضر. يلا روح. يلا 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 فطار. يلا الله يبارك فيك يا زينة. الله. وانت يا مراد ما طلبتش حاجه يعني؟ انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز فلوس. ما تدوله فلوسه. وانا كنت خدتهم منه، انا شايلهم له عشان ما يفرتكمش. لا انا ما باكلش من الكلام ده. اخدتهم مني قبل كده مرتين وطار. يا اخويا طارت رقبتك. ايه هما كام يعني؟ 80 قرش. انا فاكرهم 80 جنيه يا شيخ. حدهم لك بلا سوشه. الله خبر اسود. ولا فين فطاري؟ حسين. يا نعم. ما نسيتش حد وانت بتوزع العلاوه؟ نسيت حد؟
ايوه صحيح، هاله هجيب لها دستتين حلمات جديده. طب وام هاله؟ الله، وانا كل لام هاله ده كلام؟ لو جيت على بالك حتى كنت فكرت تشتري لي بشره. وانا اقدر انسى رجلين ام هاله؟ ادي انت نسيت. وده معقول؟ انت بتعمل ايه؟ كنت بحط ماما اطرف عليها. ولا ده اللي جابك هنا؟ لا لا، كل باب ما سابنيش ولا بيضه. اطلع شوف واحده في عشه الفراخ. وما لقيتش. استنى الفرخه لما تبيض. يلا نجر من هنا. امشي امشي، جر من هنا. ضربه زيت. شو زيت؟ زيت. والله ما انا عاتقك اللي حطيت لك اطرف عليك. احنا كبرنا على الحاجات دي يا حسين. كبرنا؟ فشل، عمرنا ما هنكبر على الحاجات دي. يا حسين اختشي. لا يا حسين، لا لا الله، لا كفايه بقى يا حسين. بابا، في حاجه يا احلام؟ نسيت منديلك. ايوه صحيح. لا، المساله مش مساله منديل، لازم في حاجة ورا المنديل. أيوة يا بابا، الليلة خطوبة صاحبتي فايزة وجت عزمتني، ممكن أروح؟ ممكن. متشكرة متشكرة أوي يا بابا. وكم الغسيل اللي جوه ده مين اللي يكويه؟ يا ستي ما تزعليش، أبقى أكويها أنا. وتروح وترجع لوحديها بالليل؟ يا زينب ما تعقديش الموضوع، يروح معاها أخوها سامي. الله يخليك يا بابا، ربنا يخليك. عارفة يا أحلام النهار ما هتتجوزي؟ والله لا أنا مجهز الجهاز، ما تجهزتوش عروسة لا قبلك ولا بعدك. إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ عمال تفتح عينين البنت وهي لسه صغيرة. امشي روحي شوفي أختك أحسن تكون صحت في الأوضة. ما هي لسه نايمة. بتضحك علي. بضحك عليكي، أصلك شايلة الهم، عارفة نهار ما تتجوز أحلام هيقولوا عليكي عجزتي. فشل. على إذنك بقى يا أم العروسة، أصل أنا اتأخرت على شغل. مع السلامة. أحلام. اتفضل. ماشي. عقبال عندكم. مبروك يا فايزة، عقبال البكاري. لا لسه بدري. اطلعي من دول يلا. أهلا وسهلا. يتمم بخير. مبروك يا حبيبتي. ميرسي. أهلا بعروستي. أهلا وسهلا. أمال فين شفيق؟ شفيق؟ وريني كفك وريني. شوفي بقى يا ست، انت هتحبي 10. ما دام في زيت هناك يبقى هو اللي عاملها. دي احلام وصلت، عن اذنكم. ربنا يتمم بخير. عقبال ما نفرح بيك يا امو. اهلا 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 فايزه. عشان نفرح بيك. تفرح بيا؟ اعوذ بالله، فلا الله ولا فالك يا شيخ. ليه انت مش ناوي تتجوز؟ اتجوز ليه؟ البنات على قفا من يشيل، ارخص من الدوم. شوف السمره والشقره، الطويله والقصيره، الرفيعه والتخينه. ايه عينيك راحت فين؟ حلوه يا شفيقه. قوي قوي يا عيني النمس، ازاي واد لقط البنت الحلوه دي؟ ما بس بقى، بلاش قله ادب. نعم يا اخويا. يلا يلا يلا، بلاش لعب عيال. انا مش عايب، انا اخو اللي بتقلي ادبكوا عليها. حضرتك اخوها؟ ايوه. يا سلام، ابوسك. حلوه قوي. احلام صديق، اهلا وسهلا، تعالي بقى معرفك بقيه الشله. اهلا يا احلام. اهلا. ازيك يا احلام؟ وحشتيني يا احلام. ميرسي قوي. انا مش قادره اصدق يا احلام انك قعدتي في البيت، مثلكم كلكم تقعدوا في البيت. تصوروا اني احلام بتطبخ دلوقتي كمان وبتقشري بصل. وبتغسلي وبردع كمان. احلام احلام، تعالي يلا بينا نروح. ليه مالك؟ في هنا شاب عين الادب. ده اللي بيضحك؟ لا، اللي جنبه. عمل ايه؟ بصلك وقال لي انك حلوه. والله يا عالم، انت بتضحكي له؟ ما ضحكتلوش. لا ضحكتي له، انت بتستغفليني؟ في ايه يا احلام؟ ايوه قولي لها في ايه؟ قول لها انت. في ايه يا ساه؟ الشاب اللي هناك ده من ساعة ما شاف اختي احلام ما رفعش عينه من عليها. معذور؟ معذور؟ لا مش كده، الحق عليا انا اللي ما عرفتكوش ببعض. جلال تعال. جلال ابن خالتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. موظف في الدرجه السادسه وهياخد الخمسه السنه دي، واجمل ما فيه انه مش متجوز.
كفايه كلام عن النبي وكلميني عن صاحبتك. احلام زميلتي من ايام الدراسه، واول ما خلصت قعدت في البيت. احسن. الله مالكم مكسوفين كده ليه؟ ان شاء الله بينا احسن نروح. الله ما لسه بدري، اقعدوا شويه. لا احنا اتاخرنا قوي. معلش عن اذنكم. مع السلامه. انست. احلام قولي لي ايه رايك في جلال؟ دمه تقيل قوي. عيب يا سامي. الله ايه طمني وصلت معاه لايه؟ ها؟ لا ده باين العصفور وقع في الفخ. مفيش كلام. ايه هتقابلها فين؟ في بيتها. يا نهار اسود مش معقول البت الساهيه دي يطلع منها كل ده. اروح لها معايا ماما. ماما؟ ايوه. يا عالم حد في الدنيا ياخد ميعاد من واحده يروح لها صاحب معاه امه؟ امك دخلها ايه في الموضوع؟ بيت الاستاذ حسين مرزوق فين؟ انت عايز بابا؟ بابا؟ اوبا انت اسمك ايه؟ منير. منير؟ هو انتوا تدوه فنجاننا؟ ايوه بيتنا اهو. نبيل. نعم يا ماما. شوفي كده خط الشراب معدول؟ اه معدول خالص. طب وما كانش معدول فيها ايه؟ انت عارفه ان الست مقامها في شرابها. طب واللي من غير شراب؟ يبقى ملهاش مقام. كده؟ على كده بقى يا ست ماما انتوا لازم تجيبوا لي شرابات نايله. يا رحمه انا عايز اعرف اللي جاب اللوح اللي في خطوبه فايزه كان هياكل رجلين احلام بعينيه. قصدك جلال يعني؟ هو جلال يعني ومش هيعتب باب بيتنا، انا همنعه اللي يدخل. امشي لا تخش اوضتك وما تخرجش منها ابدا، انت فاهم؟ هو الواحد مش عارف يمشي كلمته في البيت ده. وانتي روحي ادي بلوزتك الجديده لاحلام. بلوزتي لا يا ست انا ما حدش يلبس حاجتي. انا هلبسها وقابل بيها ضيوف. ضيوف مين؟ انت مش هتشوف الضيوف، الضيوف مش جايه عشاني. امال جايه لمين؟ لاحلام. وش معنى يعني جايه الاحلام؟ مش شغلك. امشي نايمه يا هاله في سريرها واجري اغسل الفاكهه، انت فاهمه؟ يا تجري كده وانت واقفه زي البجم. يا حسين وانا بتاعت فاكهه انا. حسين شهل بقى احسن الضيوف وصلوا تحت وطالعين. يا ست روحي قابليهم انت، مش ضيوفك ضيوف بناتك. دول جايين يقابلوك انت يا اخي. ايه؟ جايين يقابلون انا؟ اه عشان يخطبوا منك احلام. ايه؟ مين قال الكلام ده؟ سامي قال لي انه في خطوبه فايزه جلال كان هياكل رجلين احلام بعينيه، وتاني يوم هما طلبوا يقابلونا. يبقى ايه؟ ايوه صحيح. يبقى ايه؟ يبقى انت راجل البيت، روح قابلهم. واحد في البيت ده عارف ياكل ولا يشرب ولا يحلق. وبعدين بقى يا سامي، يا سامي. نعم يا بابا. تعالى يا ابني افتح الباب للضيوف لما كان من حلاق الدقني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا 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 هنا. طيب اهلا وسهلا. ازيك يا سامي؟ ازيك يا طارق؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. احلام شاهين يا حبيبتي الضيوف وصلوا. حاضر. الله فين الطعم الحر اللي كان هنا؟ مش عارفه انا افتكرتك لبستيه. لبسته ايه؟ لازم العفاريت شالوه من هنا. هاتي يا ماما. هاتي لبسك عفريت انت اخرى. اوعي. لما خدي روحي البسي. هو مش عشانك يا ماما؟ عشان مين يا روحي؟ عشانك انت، النهارده يومك انت. تعال هنا. رايح فين؟ هروح المطبخ عشان حرم شعر مع الطيور. خد كل حاجات. يا سوسن، سوسن. نعم يا ماما. هاتي لي صباع الروج من الاوضه. يوه انا عارفه ان انت طلبت جوه كتير كده ليه؟ عشان مين يا روج؟ عشانك يا روحي. انا عايزاك النهارده تزغللي عينين الضيوف. الا جلال بيشتغل ايه؟ مهندس في وزاره الصناعه. يا ترى بياخد كام؟ هو في الدرجه الخامسه يا ماما. الله انت عارفه كل حاجه اهو. ربنا يهنيك يا بنتي ويجعله من اسمتك يا رب. طب الروج اهو. ايوه ايوه. انت لسه هنا يا شيخ؟ روح قابل الضيوف. طيب يا اخي الله. الكرباطه بتاعتي فين؟ ما اعرفش راحت فين. شو راحت؟ بابا عليها. يا شيخ اوعيني سكتي انت اخرى. اخت عليك يا نبيلة خدتيني. قولي لي الضيوف اللي جوه دول جايين ليه؟ انا عارفه بس ريحتك
لبسك، لمعان عينيكي، بيقولوا انك تعرفي. الكلام ده كده ليه؟ انت ما بتتعبيش من الكلام؟ لا ما بتعبش من الكلام. طب اقعد. اهلا 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 وسهلا اهلا. طابت احلام. اهلا وسهلا اهلا اهلا. ابني جلال. اهلا مامته. اهلا وسهلا اهلا. اتفضل يا هانم اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. قلة الأدب دي، بتضحكوا على إيه؟ إيه؟ ما نضحكش؟ لا ما تضحكيش. هو حكم قرقوش السامي؟ أيوه حكم قرقوش، وإن ضحكتي هقطم رقبتي. خس! ليه يا شيخ؟ إيه الدوشة والزيطة اللي أنتوا عاملينها دي؟ ما حدش مال عينه يا بابا. أبداً يا بابا، دي هي اللي مش عاملة حساب لحد أبداً. بس أحلام، نعم. روحي قدمي الفاكهة للضيوف. أحلام. وأحلام تخش بالفاكهة ليه؟ أنا اللي هدخل بيها. امشي يا ولد الجار اللي قدامي، يلا. ولد، تعالى هنا. اللي انت لابسه ده حتى الكرامطه ما تحتهاش. واعمل ايه يا بابا اذا كان ما عنديش جرافطات البس؟ اديني 50 قرش اشتري بيها جرافطه. 50 قرش في عينك؟ انا لا اوكلكم لما هجيب لكم كرامطات. يلا روح شوف اخوك ما جابش الطرطه ليه؟ امشي. بابا ايه عايز ايه؟ عايز اسمع موز. الموز ده ضيوف بس يا ولد، اوعى امشي من وشي. أحلام بنتي. أهلا أهلا أهلا. إيه الحلاوة دي كلها؟ أهلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خشي سلمي على عريسك. شوفي بقى، حطي الفاكهة هنا يا جلال يا ابني، ريح ايدك. عرفت اختار عروسة حلوة ولا لا لجلال؟ اهلا وسهلا. اهلا وحسين مرزوق. اهلا وسهلا، تشرفنا تشرفنا. مصطفى علوان، فرصة سعيدة جدا. جلال ابني. بسم الله ما شاء الله، ازيك يا ابني؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ست ام فايزة طبعا انتم. ايوه طبعا. مبروك يا ستي على فايزة. الله يبارك فيك، عقبال ما نفرح بعروستي. في حياتك ان شاء الله. هي جلجل تتكلم انت ولا اتكلم انا؟ حاكم شبان الايام دي عينيهم مفتحه قوي. لا اتكلم انت يا بابا. ده انا فاكر يوم ما رحت مع والدي عشان كتب الكتاب بتاعي، بقى سنان التكتك وطلع انا اتخبط. شوف بقى يا استاذ حسين، ابن جلال قدامي طيب ومستقيم جدا، لكن من ورايا انا مش عارف هو بيعمل ايه. استغفر الله، وانا مش عايز الف شك. هو يا سيدي طالب ايد بنتك احلام. احلام دي بنتنا وحبيبتنا كلنا، المهم يكون جلال عجبكم ويكون له اسم ان شاء الله ونصيب. والله يا ست ام فايزه ده شرف كبير جدا علشاننا. استغفر الله استغفر الله، ده الجواز ده اسمه ونصيب. يا ليل ادب، رجع في بعض. كلنا عندنا عيال. ايوه يا فندم، بس مش بالشكل ده. ربنا يخليك، ربنا يحمي. اعوذ بالله. اتفضل يا ست، قولي لست كتر خيرك نخدمها في الافراح. ماما ماما الضيوف اكل الموز كله. شش عيب، وطي صوتك. يا زينب ده سايبه الضيوف واحده هنا، بعمل لهم الشاي. طيب شدي حيلك شويه. قولي قالوا لك ايه؟ طبعا انت عارفه خطبوا احلام. اتخطبت. يعني أحلام بقت عروس. يا أختي بقت عروس. الله، إيه بس؟ مش عارفة إن كل بنت مسيرها في يوم من الأيام تسيب بيت أبوها وتروح لبيت جوزها. أنا مش بعيط على كده. أمال بتعيط على إيه يا أختي؟ بعيط إن بقى لي بنت وهتتجوز. الله الله الله، إحنا رجعنا في كلامنا بقى، مش قلنا إن عمرنا ما هنعجز. هتقول لهم إيه؟ والله أروح أقول لهم يدوني فرصة يوم ولا اتنين لغاية بس ما نسأل على الجدع نشوف نهيته وأخلاقه. إحنا هنرمي البنت يعني كده؟ طوالي مش معقول. قولي فين أحلام؟ فاضل فاضل. أحلام بابا أهلا. أنت قاعدة لوحدك ليه يا بنتي؟ أنت عارفة الجماعة دول جايين علشان إيه؟ على كل حال أنا مش هديهم أي كلمة إلا لما أسمع رأيك. كده؟ طيب انا رايح اقول لهم انك موافقه. انا يا بابا؟ لا انا.
مبروك يا أحلام. ميرسي قوي تاني. عقبال ما تبارك لنا كمان. اخرسي. الله. بابا مالك بتبص لي كده ليه؟ كتبت الماس كله. ايه؟ طب خد يا تيتي واحدة علشان ما تزعلش. ولد ايه ده؟ ايش يا قليل الأدب؟ اتفضل. متشكر يا هاني. العفو. اتفضل. عندك انت. نبي ما انا عارفه العفاريت دول ما بيشبعوش ابدا، ده 10 جنيه كل شهر عشان الفاكهه بس. احنا بقالنا كتير ما كناش موز. ورد امشي امشي جنبي. ايه ده؟ صحتيها ليه؟ ما هي للرقي لوحدها يا ماما. طب يلا 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 نروح. والنبي يا زينب يا اختي كفايه عليك عيال بقى، ربنا يخلي لك دول. ليه يا اختي بقى؟ هو انا عجزت ولا عشان بنتي هتتجوز؟ والنبي مليكي عليا حلفان، ده انا مخلفه احلام وانا عندي 11 سنه. 11 سنه؟ اه. امال امال في الحقيقه انت صغيره خالص يا حماتي، اللي يشوفك مش ممكن يصدق انك مخلفه احلام. اوعى يا جلال تفتكر ان انا زي بقيه الحموات، والنبي انا قلبي اتفتح لك اول ما شفتك. القلوب عند بعضها يا حماتي. هنيالك يا سيدي بحماتك، هنيالك راضيه عنك خالص. الحمد لله على السلامة يا اسم مراد، ايه اللي اخرك كده؟ المضيوف راحوا فين؟ مشوا طبعا، اظن هيستنوك لغايه دلوقتي. هات ده انا دخت لفيت كل المحلات لما لقيت الترخيص. تعالى يا ولاد يلا. الله الله. بس استنوا بس لما عيطوا. بس ما يطلع عاملين زي المزابيب كده ليه؟ خلوا حته لابوك. يا ستي سيبيهم ياكلوا بالهنا والشفا. يا ساتر ده كأنهم عمرهم ما شافوا تورته. اجيب لك زي انت كمان حته تورته، ولا اقول لك اجيب لك عريس احسن؟ والله بقى عندنا بنات وهيتجوزوا. يا الله يا زينب. اسم انا عايزه فرح احلام يبقى احسن من فرح فايزه. فايزه؟ الله، واحنا مالنا يا ستي ومال الناس؟ فايزه دي ابوها راجل غني حرب، انما انا راجل موظف على قد حالاتي. يعني لو كنت سبت احلام تشتغل زي بقيه البنات مش كانت ساعدتك دلوقتي؟ النبي فضينا من دي سيره يا زينب، معين هو ربنا. خدي بنتك. طيب يا خلود. انت يا حد حاجة. انا مش زي وزيادة دي عمالة اكلها. بص ما تضربش يلا كفاية. بص هلا نامت على صوت كمانجة مراد. يا اخويا بلا كمانجة بلا وجع دماغ، قولي هتعمل ايه في حكاية احلام؟ الله ما انا عارف، الولد كويس، البنت راضية. انت خدت رأيها؟ طبعا، انت لما جيتي تتجوزي مش اخذوا رايك؟ يوميها قالوا لي انك جاي تخطبني، فدورت وشي الناحيه التانيه، قال ايه مكسوف، لكن بيني وبينك كنت فرحان. اهي بنتك عملت كده. طبعا كل بنت بتتخطب بتفرح وبتحس ان ليها قيمه، خصوصا لما راجل يجي يطلب. بذمتك يا زين عملتي ايه لما عرفت ان في راجل جاي يطلب؟ كنت حاضر من الفرح رغم اني كنت ما اعرفكش، كنت غريبة عني حقيقي، الحب ما بيجيش غير بالعشرة. الله، احنا مالنا الولاد سرحنا في نفسنا ونسينا البيت؟ ما انت اللي سرحت. حسين يخفى عليك العيال كبروا. حسين لا قدامي. حسين بتعملوا ايه؟ جاوب. ها؟ انتوا بتعملوا ايه؟ بحط لها قطرة في عينيها. وكمان عايز اطرف عينيا. جاوبي. يلا بلاش ده العمارق، روح نام في السرير. لا انا نام مع بابا. امري لله يا سيدي نام. ها. يا اخواتي هو الواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده ابدا؟ ماما اشتري قطر في عينيكي. ها؟ حبيبي يا تعالي روح. ايه ده؟ اخ
في قبيلة عبث نشأ عن طرف نشداد عبدا أسود مملوكا لأبي نبيلة يعيش كما يعيش العبيد لا يمارس شيئا من أمور السيادة والشرف إذا لم يكن من حقه أن يمارس شيئا منه وكان أفندي اقفلي لا ورايا مذاكرة واقفلي الباب وهتنام ازاي وانت عينيكي مبحلقة كده مش جاي لي نوم وعايزاني اطفي النور ليه النور بيقطع حبل افكاري حبل ايه يا اختي حبل افكارك هي الافكار كمان ليها حبل لما تكبري هتفهمي اوه كل حاجه ما تكبري ما تكبري انا ما بقتش صغيره ست احلام طب يلا روحي ذاكري مراد مراد عارف اقفل الباب مش كده لا 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 تعالى عايزه اسمع لحن جميل لحن هادي لا انت جار لعقلك حاجه الليله دي انا مش ممكن ابدا اقعد معاكي في اوضه واحده اوعى انت كمان انت عايز تسمع حاجه صحيح عايز اسمع انغام سحريه عايز اسمع صوت الملايكه وهتدفع كام خمسه ساخ خمسه معاكي للصبح العرب في الجاهلية تغير على غيرها صباح الخير يا مدبزير صباح افندي ورؤوس افندي صباح الخير ايوه جاي لك اهو صباح الخير يا حسين عملت لي ايه في الموضوع اللي كلمتك عليه يو مش لما نشرب القهوه ونحبس بسجاره ونعدل دماغنا اتفضل يا سيدي ادي السيجاره يا سليمان هات هنا واحد مظبوط اوام لمرؤوس افندي طمني يا اوام طمني شوف يا سيدي العريس من مواليد داب الشعرية وحاصل على بكالوريوس الهندسة سنة 1952 مش ده المهم انا عاوز اعرف المهم اوان الدرجة يعني ايوه الدرجة يا سيدي السادسة وعلى وش الخامسة عال وايه كمان انا سألت عنه في الدول قالوا لي عنه شاب طيب واخلاقه كويسة قوي بس ايه بس ايه بيقولوا عنه قفل شويه قفل قفل هو ده المطلوب يا مرقص افندي طب ايدك وجع الحلاوه ما دام ده المطلوب والله ما انا عارف هجهز البنت ازاي انت عملت ايه في استبدال المعاش بتاعك المعاش المعاش يا مرقص افندي من حق الاولاد خساره يتبعزق الله 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 مستني ايه يا عريس ما تقدم الشبكه لعروستك لا ايوه صحيح عمال عندكم جميعا يا عريس مبروك يا احلام الله يبارك فيك مبروك يا جلال الله يبارك فيك يا فايزه انت صاحبه الفضل فودي عايزه واسطه طول عمرها ماسحه البنات كلها مبروك يا بنتي احلام مبروك يا جلال خد بالك من احلام الاحسن دي اغلى حاجه عندنا فاهم ايوه الله هم فين ام العروسه انت مستنيه ايه مش تيجي مستنيه ايه تعالي يا زينب باركي بنتك العروسه ما تيجوا يا اولاد تباركوا لاختكم مبروك يا جلال مبروك يا احلام الله يبارك فيك ايوه فين الولد ده صحيح
قاعد تحت يحرس عربية شفيق عشان العيال ما يلعبوش فيها. مبروك. ميرسي. عقبالك متشكئين. العفو. أهلا وسهلا. أنا جبتك هنا عشان نقدر نتكلم على رواقة. اتفضل يا سيدي، أدي المهر اللي احنا اتفقنا عليه. شكرا. واحنا بقى يا سيدي أجرنا شقة للحرايس وبنبيضها دلوقتي. يعني هتكون جاهزة بعد أسبوعين إن شاء الله. تقدروا بقى العفش اللي تشيلوه تبعتوه أول بأول على الشقة الجديدة. إن شاء الله ربنا يسهل. أهلا وسهلا. طيب، الست بتقول عايزة أوضة النوم تكون من خشب الأرض ويكون معاها ست مراتب. مراتب يفتح لوكاندا. وبتقول الصالون يكون مذهب ومكون من كنبتين واتنين فوتية وكم كرسي و وست كراسي. ايوه بس مش حضرتك شايف ان المذهب دلوقتي بطل؟ يعني بقى موضة قديمة. ولا قديمة ولا حاجة، دي اوامر الست. وبتقول يا استاذ حسين عايز اوضه السفره من خشب الورد. ورد. وتكون الكراسي بتاعتها مش اقل من 10 12 كرسي. ربنا هو المدبر. بسم الله ما شاء الله، تكفي العيلتين بقى زي ما انت عارف. ربنا يزيد. ربنا يزيد. الست بقى مش تدخل لجوه معانا. والله احسن. اتفضلوا جوه. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ حسين. العفو العفو. ولد يا منير جيب العربيه. ده بدلك اهو. شمع والنجف وحكت المطبخ عليهم. لا ما قلتش. ما قلتش ليه؟ سوي عليا. سوي عليك ولا اتكسفت؟ الله، انا مش فاهم. انا يعني اشمعنى العريس هو اللي يبقى عليه النجف وحكت المطبخ والهلل ليه؟ متشكرين قوي. لا العفو العفو. هنكرروا زياره كده ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. تسلم. ايوه كده. اهلا وسهلا، انستونا وشرفتونا. متشكرين قوي يا عم. ما تيجوا معانا في العربيه نتمشى سوا. والولاد يجوا معانا. معلش هيبني فرصة تانية. طيب نيجي بكرة ناخدكم ونتفسح شوية. إذا سمع عمي تبقى فرصة لطيفة خالص. بلاش لف ودوران، قولوا إنكم عايزين تفسحوا أحلام. مفيش حاجة ورانا يا بابا. يبقى خلاص، بعد إذنك يا عمي هنفوت ناخد أحلام ونبيلة. هتلاقونا جاهزين إن شاء الله. نعم. طيب عن إذنكم. فع السلامة. قبل ما يجي وش النكد ده. واقع تاك جلال جايين لوحدهم. دقيقة واحدة يا شفيق من فضلك. ليه؟ اخواتي. هما فين؟ يا نهار اسود. اخوكي منير صورة مني وانا صغير. يا ساتر
انت كنت شقي كده؟ واكتر من كده. والشقاوة دي فضلت معاك لغاية سن كام؟ لغاية سن فهمت سؤالك. لا يطمني، انا اتغيرت من سن 12 سنة، من اول ما ابتديت اذاكر بجد. مش معقول تتغير بسرعة كده. ده اللي حصل، والدليل على كده اني كنت بطلع الاول باستمرار. بس يا ترى طلعت الاول في قلبك ولا الاول والاخير؟ اتضايقت من ايه؟ من اخواتي. وده معقول؟ والنصايح بيجوا في اوقات غير مناسبه. انا مبسوطه انهم جم في الوقت المناسب كده. يعني الحكايه متوضبه؟ ابدا. ده هيحرمك انك تخرج معايا تاني؟ ابدا، انا مستعد اخرج معاك كل يوم، هم معانا برضه. تعرف يا جلال، الواحد بيحس انه حر وخياله حر ونفسه صافيه، مش زي البيت الواحد بيحس فيه انه مخنوق. خلاص يا ستي، بعد كده مفيش وعد في البيت، كلها كم شهر ونبقى احرار. كم شهر؟ قصدي كم يوم. ايه هو ده؟ انتوا هتفضلوا كده قاعدين جنب العربيه ما تحركوش؟ قوموا تهووا شويه. تعال انت يا فالح واحنا نقوم نتهوى شويه. النهارده متهيألي اني رجعت عيلة صغيرة تاني. بنت لسه صغيرة. صغيرة يا سلام. طيب يا ستي ما تزعليش، ولا صغيرة ولا حاجة، ده انت يو ايه؟ الديك اتوصل. اسمع يا سامي فندم، ازيك؟ الله يسلمك. اسمع يا سامي. تسابقني؟ هسبقك مفيش كلام. طيب يا عم، المايه كدر الغطاس. وانا كمان اسابق معاك. انت دايما كده، حاشه نفسك في اللي مالكيش ليه. سيبها يا مالك، سيبها، خليها تشترك معانا. يلا بينا. يلا يلا. واحد كمان هتسلم معاك. وانا كمان. بالمره بالمره عشان تكبر. واحد اثنين ثلاثه. عاوز اكلمك في موضوع خطير، خطير جدا. خير؟ انتي مش ناويه تقعدي في البيت زي اختك؟ هو ده الموضوع الخطير يا شفيق؟ ايوه، وعاوز اعرف رايك حالا. وعايزني اقعد في البيت ليه؟ عشان اكمس واطبخ وامسح واغسل؟ لا، انا هدخل الجامعه. اي اي بتسمعني حاجة كمان يا مراد؟ لا كفاية كده. طب استنى خد شيلين كمان. معاك للصبح. انت لسه صاحية يا احلام؟ عرفتي قيمة الموسيقى يا نبيلة؟ ايوه يا احلام، ايوه. الله الله، هي دي المزكة؟ يا ساتر، قطعت حبل أفكار يا شيخ. كمل يا مراد. حسين، انت صاحي؟ مش ننزل بكرة نشتري الجهاز لأحلام؟ أنا مش هشتري حاجة قبل ما أصرف استبدال المعاش. بس أنت وعدت عيل الجلال إنه الجهاز هيبقى جاهز في شهر، ودلوقتي فات جمعة وما اشتريناش أشياء واحدة. أنا مش ممكن قلبك نفسي قبل ما أدبر كل أموري. طيب ندفع عربون للنجار وبقى أدفع له الباقي على مهل. طيب نعمل أنت دلوقتي وبكرة هفكر في الحكاية دي الصبح. أهو أنت كده راسك ناشفة، الواحد ما يعرفش يتفاهم معاك. الواحد ما يعرفش يستريح في البيت ده أبدا. اتخمد يا واد انت كمان. حسين، اوعى تكون زعلت. لا ابدا، انا قصدي بس نخلص من حكايه الجهاز دي
ونفرح بأحلام. معلش بكرة كل حاجة تتدمر، بس نامي انت دلوقتي استريحي. هو الواحد بيعرف يستريح من هم العيال؟ اوضه كويسه خشب ورد زي الحديد وتمنها مستريح يا بنا. ايوه المهم ان يكون تمنها مستريح. 250 جنيه بس. ايه 250 ايه؟ يا دوب تمن الخشب والمصنعيه اللي فيها. لا 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 لا، دي خشبها مش ولا بد وذوقها مش قوي. الاوضه الاولانيه قلت لي بكام؟ 120 جنيه يا فندم. ايوه هي دي الاولانيه. دمها تقيل. ايه بالعكس، دي دمها خفيف جدا. اتفضل تعالى معايا اشوفها تاني. ما تنساش يا حسين ان اوضه النوم مهمه قوي بالنسبه لجهاز العروس. يا ستي هو في حد بيشوفها؟ تعالي يا احلام. عن ايه؟ اتفضل. الله 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 الله، خشبها متين وذوقها جميل ودمها زي الشربات. بس دي متباعة يا فندم. ايه متباعة؟ ايوه فندم. يعني مفيش غيرها؟ ممكن نعمل غيرها يا فندم. خلاص بس لازم نسمع رأي العروس. احلام ذوقها زي ذوق ابوها، مش كده يا حبيبتي؟ اللي تشوفه يا بابا. على خيرة الله، بس لازم تنزل شوية في التمن. ده يا دوب تمن خشب اللي فيها يا فندم. شو بقى، انا هدفع 100 جنيه بس، 50 دلوقتي و50 لما استلم الاوضه. ما ينفعش. لا ينفع ينفع. يلا يلا نعمل فاتوره. ما تتكلم. هقول ايه بس يا ماما؟ عجبك ولا لا؟ عجبها قوي، بس اطلعي انت منها. مش رباط. فكريني يا احلام، ايه اللي لسه فاضل؟ فاضل طقم الشاي وطقم القهوه يا ماما. ايوه صحيح، وحياتك اديني 12 فنجان قهوة و12 فنجان شاي. لازم تقولي 12 من كل صنف، ما ستة كفاية. يوه هو احنا أول من جهزنا يا حسين؟ ما الناس كلها بتعمل كده. يا ست احنا مالنا ومال الناس، كل واحد على قده. بكرة تتعدل، ربنا يخليك يا حسين لما تجهز هذا. خمسة من ده وخمسة من ده. ايه؟ اقطع. وريني الحرير الطبيعي من فضلك. حلو ده يا روحي. حلو قوي يا ماما. 10 من ده وخمسة من ده. حيلك حيلك، ايه لازمة القماش ده كله؟ اقطع. 2 من ده و2 من ده و2 من ده. حاضر. ما تلميلك شوية، الميزانية خرمت. ربنا يخليك يا رب ويطول في عمرك. عارف عارف، ويطول في عمرك لغاية ما تجوز هالة. عارف. عندكيش حاجة أغلى من كده؟ قلبي يا بنا هاتي. اهو احنا عاملين زي بتوع العيش، تعد بالالف وانما على البرش 300. امتى بقى هتخلصني من العهده دي؟ لجنه البت لسه بتشتغل في تفريغ المناقصه. يا ترى ايه اللي تم في طلب استبدال المعاش اللي قدمته؟ قدامك على الاقل شهر حتى انك تصرف. شهر بحاله؟ ليه؟ ضرتين كده؟ مش معقول كل المده دي؟ ده انت كمان تبقى محظوظ لو صرفت بعد شهر، ولا يعني عايزهم يكسروا لك الروتين عشان خاطرك؟ الله يخرب بيت الروتين اللي هيخرب بيتي. دلوقتي ولازم يمسح عشان عندي شغل. طيب يا روحي.
مع السلامة، نخدمك في الأفراح إن شاء الله. أو باردون مدام، أنا لازم يمسك بيت الخساب عشان يمشي. طب استني لما يجي سي حسين. أو باردون مدام، أنا مستعدة لازم يمشي دلوقتي. طب باردون مدام، أنا معيش فلوس دلوقتي. ها؟ هي عايزة كام؟ 25 جنيه. لا لا، لما يجي عمك. معلش لما يجي عمك. بس يا جلال اسمع كلامي. طيب 25. الله، إيه ده يا مدام؟ هي الدنيا طارت. أو باردون مدام، أنا أخدت فلوسي. المسيو دلوقتي موز غريب. ميرسي. أكبر مدام. تعالي هنا. 25 ليه؟ حاسبيني. أخاسبيكي. الله، دي اوضتي انا ونبيله. نبيله بتنام هنا وانا بنام هنا، اوضه على قد الحال مش كده؟ بالعكس، دي اجمل اوضه شفتها وهشوفها في حياتي. تعرفي يا احلام، كانت امنيتي ان انا اشوف اوضتك والسرير اللي انت بتنامي عليه. انا ما كنتش اتصور ابدا ان في راجل هيحط رجله في الاوضه دي غير بابا بس. يعني ما فيش حد دخلها ولا حتى في الاحلام؟ في الحقيقه في واحد بس. ها؟ وانا سرحانه وانا نايمه بس. مين هو ده؟ لا ده سر ما اقدرش اقول لك عليه. لا لازم اعرف. طيب ما تزعلش. لا مش هزعل. هو راجل اسمه جلال. احلام. احلام، انت عينيكي تعبانه خالص، لازم تروح الدكتور يكشف عليها وبسرعه كمان. ها، اوعي تسكتي. ماما بتقول لحضرتك لو سمحت اتفضل في الصالون مع تاجر الموبيليا لغايه بابا ما يجي. كده. طيب حاضر، عن اذنك يا احلام. اتفضل. انت ازاي تخليه يبوسك؟ كان لازم تديله بالقلم على طول. وفيها ايه يا نبيله؟ مش بقى خطيبي؟ خطيبك، لكن لازم تستنى ما يتكتب الكتاب. حاضر، هبقى افهمه كده. وما جابش شفيق ليه معاه؟ الا انا مالي انا اجيب شفيق ولا ما يجيبوش؟ قولي لي، ثم انت بتسالي ليه؟ لا ابدا، يعني مجرد سؤال. بابا التاجر مش عاوز يديني البدله لما ياخد فلوس. وانا يا بابا فين الفستان اللي انت وعدتني بيه؟ الطمع بتاعك ده، ما انتش عندك فساتين كتير. وانت مالك انت؟ بابا هيجيب لي. وانا بابا هصبر على راضي. طيب حاضر هجيب لك فور اللي انت عايزه. طيب بابا جاي تعبان. يلا قولي يا ام طويله. يلا عفريت. امشي في الصالون. الخياطه كانت عايزه 25 جنيه دفعهم لغايه انت ما تيجي. ليه يا زينب تخلي جدع يدفع فلوس؟ بقول لك في الصالون. ايه ده؟ ايه يعني؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ يحصل فضيحتنا. ليه؟ انت ما قبضتش المعاش؟ مش هقبضه الا بعد الشهر. الروتين، الله يخرب بيته الروتين. اللي جاب الروتين للي بدع الروتين. هعمل ايه بس يا رب؟ ده عليا منين ولا منين؟ اهلا يا عمي. اهلا جلال. الاستاذ خلص الموبيليا قبل ما عاد. انا خايف بس الاحسن السرعه دي تخليكم تكلفتوا الموبيليا ولا حاجه. يا سيد حسين، اسم المحل اهم من كل شيء، ثم ثانيا احنا ما نطلعش اي حاجه ابدا من المحل الا اذا كانت 100%. فعلا يا عم، انا شخصيا كنت بروح كل يوم بنفسي. ايوه. وامتى ان شاء الله تشرفونا عشان نشيل الموبيليا؟ والله انا ما اقدرش استلم حاجه جمعه دي. ليه بقى؟ اصل الشقه لسه عايزه شويه تصليحات وتوضيبات ثم انا معايا شيك استحقاق يوم السبت، ان شاء الله هروح اقبضه وابقى اعدي عليك اديك الفلوس. امرك. انا متشكرين قوي. مع الف سلامه. مع الف سلامه. اتفضل. حبستنا وشرفتنا. اهلا وسهلا. الله، دي حد خطير قوي. جبته منين يا فنانين؟ تعالى نلعب سوا. ولد، جاب الكلب ده منين؟ واحد صاحبي اداهولي. اداهولك ولا خدته من وراه؟ ايش دول؟ لو انا بيع ماما بسيبيه ده شكله حلو قوي. لا يا شيخه، ما لهوش العيش ياكلوه، جايبين كلب يربوه. يلا نحميه. هات فوطه. طب يلا تعالى هنا. عارف اللي هيحط فوطه على الكلب ده هقطع رقبته. انتوا ايه؟ مش دريانين؟ ما بتحسوش؟ ايش دول؟ يا احلام يا احلام. ما شاء الله عليك بقى يا راجل، بعتلك عشان تسكتهم تقوم اجي الاقيك بتلعب معاهم. والنبي يا زينب الكلب لطيف قوي. والنبي انت مالك رايق يا حسين؟ قوي. يقول ايه عليك جوز بنتك لو طلع ولاد بالشكل ده؟ لا قول اللي يقوله بلا دوشه. الله، ايه الكلب الجميل ده؟ بص يا جلال، كلب لطيف فعلا. عجبك؟ قوي. طب اديله قرش بقى. في المدرسه حسيره، في الحصيره بط، في الحصيره ولد. يا ابني الحصيره بالظبط مش الحصيره بالصعب. انت كويس؟
في المدرسة حصيرة. يا ابني حصيرة يا زينب. ايه لخبطتني في امك. زينب مش زينب. ايوه ما انا عارف طيرتولي عقلي. يا زينب في المدرسة. يا زينب زينب نعم. في الحصيرة. عامل لك قهوة يا حسين؟ لا. شاي؟ لا. يوه امال عايز ايه؟ انا عايزك انت. نعم. والله يا زينب انا مش عاجبني ابدا حكايه خروج احلام كل ليله مع جلال. وفيها ايه؟ الراجل وقرا الفاتحه والمهر ودفع. مهر؟ راح اسرع على المهر. ده اللي يسمع كده يفتكر انه دفع 1000 جنيه. ده احنا دفعناه عربون قطين وطار. والله يا زينب ما انا عارف اعمل ايه. ما قلت لك يا حسين امسك ايدك شويه طالع لك بنات مفيش فايده. ايه يعني كنت عايزاني بس اعمل ايه؟ ما ناكل شيء اهو على يدك اللي بيجي بناكل بيه. والله ما انا عارفه ارسل الايام دي. ارسل الايام دي الواحد منهم يدفع المهر من هنا ويسلت ايده من هنا. فاكر يا حسين الهدايا الحلوة اللي كنت بتقدمها لي في المواسم؟ كانت أيام يا ستي. كانت العرس الحلاوة ودي الحلاوة السمسمية ودي الحلاوة الحمصية. ماما ماما عايز ايه انت راخ؟ عايز حصان حلاوة. روح ذاكر في اوضتك اما يجي المولد. في المدرسة حصيرة. ولا السمك البكلاء والقميص النوم الأحمر. الله اللي يا زينب فين القميص الأحمر؟ في الدولاب شايله زي ما هو. طيب والنبي تلبسيه الليله. وايه اللي فكرك بقى بقميص النوم الاحمر؟ الله قال ضربني وبكى وسبقاني واشتكى. والنبي تلبسيه. بس مين اللي هيخلص غسيل الصحون جواه؟ صحون؟ انا يا اختي اللي هخلصها. طيب يا اخويا بس البس انت القميص. ايوه تعالى هنا. انت ايه اللي صحاك لغايه دلوقتي؟ مش جاي لي نوم. اسمع تعالى تاخد قرش وتروح تنام. هاتي خد. مين يا ستر يا رب؟ الواحد مش عارف يغسل الصحون. ده ايه ده؟ مين انت جاي تبقى كده؟ اهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة أصلي يعني أنا كنت زين. مالك يا حسين؟ الأستاذ مصطفى علوان والعيلة شرفونا. قومي غيري هدومك مستنية. إيه أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذ حسين. أيوة كده المفاجأة اللطيفة دي. إحنا بقينا أهل دلوقتي. طبعا طبعا. يا أهلا وسهلا. دي فرصة سعيدة أوي. الله يحفظك. اتفضل. متشكر يا هانم. أهلا. الله امال احلام فين؟ خرجت مع جلال. اصل مراد عنده حفله عزمهم عليها. اللي ما بيقول لنا انه بيجي هنا ولا بيسهر مع احلام ولا بقى شبان اليومين دول. انت عارف انهم على هواهم. ده صحيح والله. الرجل الدب مطرح ما تحب. والله ما انا عارفه ايه لازمه خروجهم مع بعض كل يوم ده مع ان لسه ما فيش حاجه ابدا تمت. يوه ايه لزوم الكلام ده يا ست ام فايزه؟ ما هو لو كان سي حسين خلص الجهاز ما كانش حد قدر يقول بنت. انما بقى سي حسين مش عارفه مصهين على الجهاز ليه. والله يا ستي انا لا مصهين ولا حاجه. انا رجليا حفيت ما بين المنجد والنجار والحمد لله دلوقتي كل حاجه جهزت. ولما كل حاجه جهزت ما اخر دخلك الاولاد ليه؟ ما هو كمان الجهاز ما هواش كل حاجه. في حاجات لازم تخلص قبل الفرح ما يتعمل. زي ايه بقى؟ فساتين البنات وبدل الولاد وهنعزم مين وما نعزمش مين. شوفي بقى يا سمو احلام بصراحه كده الحاجات دي كلها ما تهمناش. احنا اللي يهمنا اننا نفرح بجلال ابن اختي. وانتوا عايزين تفرحوا بابنكم واحنا مش عايزين نفرح ببنتنا؟ مش باين. مش باين ليه بقى يا دلعادي؟ ما هو لو كنت صحيح عاوزه تفرحي ببنتك كنت دفعت بقيت تمن العرش اللي انت رميها عند التاجر السوسيون خرفي. انتوا بتتعمروا على ايه؟ دفعتوا مهر قد ايه عشان تبيعوا وتشتروا فينا؟ ما تنطقي دليل المصمصه دي. ايه بتكلم مع خرص؟ انطقي وخلصيني. مفيش لازمه يا ست زينب. مفيش لازمه للكلام ده. احنا خلاص بقينا اهل. مفيش داعي للزعل. الحكايه مش لازمه زعل. العفش وخرص لازم تصبروا علينا لغايه ما نخلص كل حاجه بعقل. عقل؟ اهو عقل ده بقى. بقى انت بدك جلال يقعد يستنى سنين وسنين لما العفش يخلص والعروسه تبقى كركوبه؟ كركوبه؟ اخلصي. انت لساني طويل كده ليه؟ انا اللي لساني طويل؟ طب الله العظيم ثلاثه جلال ابن اختي ما هو متجوز بنتين ناس كدابين ولسانهم زفر زيكوا كده. مش عنه متجوز.
حصلنا انت ايه بتهددينا؟ هي بنتي باينه دي احلام ضفيرها بشراكه كله. مشكلة بكره تتجوز ست سيدو. ست سيدو؟ ليه؟ ده جلال تتمناها احسن عروسه في البلد. هو شويه ده قدامه مليون يلاقي منهم اللي تعجبه. والنبي ده الجمعه الجايه يكتب كتاب على بنت خالته. قدامي يلا يلا قدامي. مشكلة ده انا ايه ده لا مؤاخذه يا استاذ حسين احنا يعني والله متاسفين قوي لكن ال عيب يا جماعه. يلا يلا عايز ايه تراخي؟ الست دي بتزعق عليه كده. انا بس هعكلها تروح نام. عايزني ليه؟ انا عايزك مش ممكن ابدا. امال جلال قال لي انك عايزني ليه؟ جلال؟ افتكرت. انا عايزك تعالى معايا. تعالى فين؟ تعالى يا دخل. تعالى مدموزيل تسمحي؟ في ايه؟ اتفضل اتفضل ارقص معاها. انا اسمعي بقى، أخوك ده دوخني السبع دخان. أنا عاوز أخطبك رسمي ونبقى زي أحلام وجلال. أنا هدخل الجامعة وأكمل تعليم. إيه؟ عاوزة تبقى دكتورة؟ ودكتورة مشهورة كمان. أنا شايفة اليافطة دلوقتي على العيادة، الدكتورة نبيلة حسين. ساعتها إن شاء الله هتكوني الدكتورة نبيلة حسين ولابسة نظارة تخن كده أهو. يا شلال مش معقول. إزيك يا جلال؟ مش بيشوفك ليه؟ Thank you.
عايزاك تقف في طريق مستقبلي. طب اسمعي بس، اديني فرصه اقنعك، يمكن نقدر نوفق بين الفكرتين. مفيش حاجه تقنعني النسيب الدراسه. وانا مفيش حاجه في الدنيا هتقنعني النسيبك. الله الله الله، ايه ده ايه ده؟ بص كده بص كده. ايه؟ غمضي غمضي. كفايه بقى يا احلام، الحكايه ما تستحقش العياط ده كله. ازاي يسيبني ويكلم واحده تانية؟ وفيها ايه بس؟ كان لازم تستنيه لما يرجع وهو يشرح لك الحكايه بنفسه. غيرنا اوان، خليتي ايه لبتوع زمان؟ انت غلطانه. يا سلام يا اخي، عايزين اشوف جلال بعناية واقف يكلم مع واحده تانية ويضحك معاها واتبسط من الفرح كمان. قطيعه بتاع الرجاله كلهم خاينين. خد يا روحي، اللي حصل النهارده انا متاكده متفق مع امه وخالته عليه. عيب يا ماما، ما تقوليش كده. اخلاص يا بنت، وانت ايه فاهمك انت؟ انت لسه صغيره، ساليني انا. صغيره صغيره، دول جايين النهارده وناويين على الشر. شتم ابوكي، طولوا لسانهم عليا، وقال ايه زعلانين؟ دول نازلين من هنا ومتفقين انهم يتجوزوا جلال لبنت خالته. لازم هي بقى اللي كانت في الحفله وقفت تكلم يا ماما. بس روح بس، ما تعديش. مفيش راجل يستاهل العيب ده، هم اقوى رقابين قد بعض الرجاله كلها. ماما عايزاك. كانت ام محمود بتقول ان احنا مش هنعمل فرح عشان ما عندناش فلوس. هي قالت كده؟ ده كذاب يا ماما، ام محمود ما قالتش كده. امال قالت ايه؟ قالت على قبل احلام هي وحشه. لا، بنتها هي اللي حلوه. ايه معصيف الرقبه اللي وداكوا عندها؟ امشي انت تجري انت واخوك على جوه. امشي امشي. يا ام محمود، ام محمود، يا ام محمود. خير يا استاذ زينب؟ في حاجه يا اختي؟ ايه كلام الجار اللي قلتيه على بنتي يا احمده؟ انا يا اختي يتقطع لساني لو كنت قلت عليها حاجه. يا مسيد، يا مسيد، في ايه يا حبيبتي؟ ايه كلام الفارغ اللي قلتيه على البنت ده؟ انا يتقطع لساني اذا كنت جبت سيرتكم بحاجه وحشه. انت عارفه يا حبيبتي انا ما اجيب سيره حد الا بالطيب. ايه؟ ما دام كل واحده فيكم بتنكر، انا هعرف ازاي اقطع لسان كل واحده تجرح بنتي ولا اجيب سيرتها بكلمه. ما كفاياك سجاير بقى. وبعدين يا حسين؟ والله ما انا عارف اعمل ايه يا زين. يعني هنسكت على الكلام اللي قالوه ولاد الحرام على البنت؟ دلوقتي بيقولوا يا ترى خطوبتها اتفسخت ليه؟ انا ما يهمنيش كلام الناس، بنتي اشرف بنت في الدنيا، مش ظلموها يعني؟ انما ربنا يستحيل يتخلى عنها. نبي يا حسين، تيجي على نفسك وتروح لمصطفى علوان وتنهي معاه المساله دي. يا ستي والله انا مستعد اروح لغايه عنده ابو صلاح. ربنا يخليك ليهم وما يحرمهمش منك ابدا. لكن بعد اصطلح انا ما معيش ولا مليم استلم بيهم العفش اللي ما فيهاش. طب والعمل يا حسين؟ العمل عمل ربنا. بروح وزاره الخزانه استعجل صرف القرشين. نبيله نبيله، استني بس اما اقول لك. تعرفي ما كنتيش هتوقفي؟ انا هرمي نفسي في الميه. اهو اهو. صباح الخير. انت عايز ايه بعد اللي عمله جلال صاحبك في احلام؟ ايه؟ وانت نسيتي؟ ها؟ نسيتي؟ انت تستاهل اللي جرالك واكتر، الرجاله كلهم خاينين. ها؟ الله 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 الله، ليه بس كده؟ طب تسمحي تفهميني، انا ذنبي ايه بس؟ انت مش راجل؟ لا. ما هقول لك ايه بس؟ طبعا راجل. خلاص مع السلامه. يا ست احنا مالنا ومال احلام؟ مالنا ازاي بس؟ لو جلال ساب احلام مش هتقدر تشوفني تاني. صحيح. الله، طب واحنا ساكتين ليه؟ مش نشوف حل؟ لازم نصلح الجو. على كل حال انا مصممه ادخل الجامعه. طيب اذا جلال يعني مشكلته اتحلت، تخش الجامعه ولا تقعدي في البيت احسن؟ ايه؟ ايه؟ اقعد في البيت. اوصلك احسن. اتفضل. ايه
حسين، مالك بتفكر فيها؟ في جواز البنت اللي ما كان ليش على بال. يا سيدي ربنا يفرجها. طيب وعهد الله انا رحت لك بنفسي وزرت الخزانه عشان استعجل لك الاستبدال معك. المهم هينصرف امتى؟ هانت كل 10 ايام وتقبض الاستبدال. خد ادي 500 جنيه عدهم. يا سيدي الدار امان. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 280 300 400 500 وادي 500 جنيه يبقوا 1000. مالك فيه؟ لا ما فيش حاجه ابدا. عن اذنك بقى ابقى عندهم على مهلك. مش ممكن اتخلى عن احلامي ابدا يا طنط، ومش هسيبها حتى لو انتوا اعترضتوا على جوازنا. تاني ما صدقت لقيت الانسان اللي قبل فتحلها يا طنط، دي بقت كل املي دلوقتي. يا عيني عليك يا احلام اللي عينها ما دقت النوم من ساعه الليله السودا دي. هي فين دلوقتي يا طنط؟ حابسه نفسها في اوضتها، لا بتاكل ولا بتشرب لما وشها بقى قد اللقمه. طب ممكن بعد اذنك اقوم اشوفها؟ طيب لما اقول لها انك أحلام. أيوة يا ماما. هتقول إيش جلال؟ هعتذر له وأقول له إني غلطانة. أوعى تعتذري له. ليه يا ماما؟ خليكي كده زعلانة لغاية هو ما يعتذر لك. أحسن يقرش ملحتك. أنا على رأي المثل، ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. فاهمة؟ حاضر. أقدر أعرف إيه اللي مزعلك؟ ما بترديش ليه؟ ممكن أعرف ليه مشيتي ليلة الكازين؟ اتضايقت، ما عجبنيش الجو كده؟ طبعًا إذنك. جلال رايح فين؟ ماشي. ليه؟ ما عجبنيش الجو. أخت عليك يا جلال. تعال تعال. أقدر أعرف ليه قابلتيني ببرود؟ خفت لا تقرش ملحتي. أقرش ملحتك؟ لا ما تخافيش. قولي لي بقى، ليه مشيتي ليلة الكازينو؟ عايزني أشوفك بتسلم على واحدة تانية وما مشيش. دي كانت زميلتي في الجامعة. نادرتلي عشان أسلم عليها. يا دوب التفت عشان أقدمك ليها ما لقيتيش. وليه تسلم عليها؟ مسألة فيها غير، ها؟ اللي يحب لازم يغير. خلاص يا سيدي. من هنا ورايح. مش هسلم على حد. هديلك قرش، هديلك قرش. خد خد. حسين جلال هنا وقال لي انه مش هيتخلى عن احلام ابدا. كده؟ لا مش هنا، مع احلام في اوضتها. في اوضتها؟ يعني مفيش صالونات عندنا؟ بابا. ها؟ ليه جلال بيحط قطر في ليل قبل احلام؟ طيب. قطرة؟ سعيدة يا حسن يجي على هنا في البيت. الله، مش بقى خطيبها. خطيبها. عمي اهلا. الكلام اللي قاله منير ده صحيح يا جلال؟ حصل ايه يا عم؟ انت عارف كويس حصل ايه. انت حطيت قطرة الاحلام؟ ايوه يا عمي، لكن اوعدك انه مش هيحصل. ما توعدش، انا عارف انه هيحصل تاني، بس بعد يوم الخميس الجاي، لان يوم الخميس فرحك انت واحلام. صحيح يا بابا. صحيح. صحيح يا حسين. وانا بضحك عليك يعني. انا اسلكوا بقى عشان اروح ابشر بابا وماما. طب مش تستنى لما تتغدى معانا؟ ايه معلش، ما عنديش وقت، بحسن في مستنيني تحت. حاضر، مع السلامه. حس
حسين، الفلوس دي جبتها منين؟ ها؟ أصلي صرفت استبدال المعاش. طب وزعلان ليه؟ لا أنا كان نفسي يا زينب إني أفضل لكم المعاش بالكامل. يا أخويا ربنا موجود، بكرة الولاد يكبروا ويشتغلوا ولا هنحتاج لمعاش ولا لغيره. بص واحدة، محدش شايفنا. طب اسمعي، ايه السخافة دي؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ يا برودك يا اخي كتكوتة. الله الله يا ست هالة. الا قول لي يا حسين، انت ليه بتحب البت دي اكتر من ولادنا كلها؟ من اخر العنقود سكر معقود. صحيح، الواحد بيحب اخر العنقود اكتر من الولاد شوية. يمكن علشان الواحد بيحس انهم هيتحرموا من عطف قريب. يا ترى مين هيربيك يا بنتي؟ بعد الشر، محدش هيربيها ولا يجوزها غيرك. مش باين. ايه ده؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حسين؟ اللي عايزين بتعملي ايه لو جرالي حاجة؟ والنبي يا حسين مش رايقالك. لا صحيح، لو مت مثلا، لو جرالي حاجة، لو واحد اتبلى عليا ببلوى وداني في داهية. الله، انت مالك يا حسين النهاردة؟ لا مفيش حاجة. بعد الشر عليك، اغزي الشيطان وقوم غير هدومك ونام. يلا نشاط يا حبيب. يا رب ليه كده يا ابن الشقاوة دي بس؟ يا حول الله يا رب. اسمع يا شاطر، ما تعرفش بيت حسين فين؟ حسيني بابا عايز منه ايه؟ بيتكو فين؟ حد قرش بقولك، حد قرش. قرش؟ عايز مين يا عم؟ حسين فادي مرزوق يا ابني. عايزه ليه؟ عشان اديله الخروف. طب هات هتخلى عنك. خش. اه يا 8 جنيه مصاريف وانا ومصاريف 8 جنيه اتعب. اعوذ برب الناس. الخناس كويس يا سوسن. 2 جنيه ونص لمبات كهربائية وتركيبات. جنيه ونص. لو انت عامل ايه يا حسين؟ نويت انتحر يا ستي علشان اتخلص منكم. ليه بعد الشر؟ انا عارف، بس مين اللي كان يخترع الافراح دي؟ يعني مش عايز واحدة تفرح ليه الجواز ده؟ بس يا بنت امشي على اوضتك. يا ستي نعمل حفلة صغيرة كفاية، اهل العريس واهل العروسة وحبة معازيم، وبعد كتب الكتاب العريس ياخد عروسته ويتوكلوا على شقتهم. بقى كده عايز بنتي تخش سكتي؟ لا فرح ولا عوالم ولا زفة. بقى اسمع، احلام دي البكرية ولازم افرح بيها. طيب اتفضلي اقعدي هنا ومليني الطلبات. حاضر، بس الطلبات المهمة انت فاهمة؟ جنيه ايجار ميكروفون، جنيه ونص اجرة الطبخ. ايه ده؟ جبتوا منين ده كمان؟ يا بابا يا اخي مشكلة جد يا مراد. شفيق بعت. شفيق الله. شفيق بعت يا بابا. شفيق بعت. وليه الأذية دي؟ ده بعته هدية يا بابا. يا بنتي هو ده وقت هدايا؟ يلا يا ولاد خدوها على المطبخ، اربطوا في رجل الترابيزة ولا حاجة. أعوذ بالله. متشكرين قوي على الخروف، عقبال ما نرده لكم في الأفراح. يا سلام، وش كسوف قوي. الله بقى. طب يلا ناولين الهدوم. اسمعي يا نبيلة، خدي ده وده والقميص ده. اوديهم فين؟ عشاني. عشاني انا يا حبيبتي احلام. ميرسي قوي يا احلام. صحيح يا احلام، خلاص هتسيبينا؟ انا من النهارده ضيفه عندك. قولي لي، انت مش خايفه من الجواز؟ في الحقيقه خايفه، بس اللي مطمني ان جلال بيحبني. نبيل، مالك يا نبيل؟ انا مش عارفه البيت من غيرك هيبقى شكله ايه. كلها يومين وتحصليني. شفيق بكره يخطبك وتبقي عروسه ونفرح بيكي. يا ريت يا ريت يا احلام، نفسي انا وانتي يبقى فرحنا في ليله واحده. انت طول عمرك طماعه كده. Thank you.
ايديكم. انا مش قلت لكم تربطوا الزفت انا جوه؟ يلا انا والله ما كنت عايز خرفان ولا حاجه مني ابدا. يعني ايه هرجعه للراجل؟ يا ريت. ليه يا شيخ؟ هو الخروف مش عاوز طباخ والطباخ عاوز فراش؟ ثم يعني انت طالبه 20 وقت دي ليه؟ هنفتح فرن؟ يا ريت يكفوا يا اخويا البتيفور والبسكويت والتورتات اللي هنعملها. طبعا، والحاجات دي كمان عايزه سكر وعايزه سمن ومكسرات الى اخره الى اخره الى اخره. يوه كل الناس على كده. ايه ده؟ ايه ده؟ رايحين فين دول؟ خش. الله، وانا ودول ايه دول كمان؟ مين اللي جاب الديوك دول؟ عم مصطفى علوان هو اللي بعتهم. جاك عمل كده؟ ايه كان لزومه ده كله؟ لازم جلال بعتهم هديه برضه. وماله يا حبيبتي، ايش ويجيب لي؟ مش كتر خير الراجل عايز يتعب. عايز يتعب عاوز يخرب بيتي، تبقى تجيب حيوانات. يلا يا سيدي ودوهم على السفخانه اللي جوه دي. بس بس ده مش عيشة، ده بقى تطلع عترف الحيوان دي. اما فرح احلام هيكون فرح هايل. انا هعزف فرقه الموسيقى عشان تعمل فرح، وانا هعزف فريق التبليد كله. يا فندي، قبل ما تاخد الأجازة بسلم العهدة اللي عندك. إذا كان كده مفيش لازمة للأجازة دي. ليه بقى يا سيد حسين؟ أصلي أنا فاهم كويس حسابات العهدة دي، وخايف امسكها حد تاني في الأجازة يلخبطها ويبقى إشكال. على العموم أنا مقدر أخلاصك، لابد من قيامك بالأجازة دي لغاية ما يخلص فرح بنتك. أنا متشكر على العطف ده يا سيادة المدير. أستاذ حسين، يا أستاذ حسين، هو راح فين يا أخوات؟ الأستاذ حسين مشي وساب لك الجواب ده. عزيزي مرقص أفندي، اضطررت إلى أن آخذ من الخزانة 150 جنيه وسأردها يوم أصرف استبدال المعاش، وقد طلب المدير مني اليوم تسليم الأموال التي في عهدتي ولم أستطع أن أذكر له الحقيقة. أرجوك ألا تبلغ المدير إلا بعد أن يتم زواج أحلام، وسأقوم بعدها بالاعتراف بما ارتكبت، وليغفر الله لي. حسين.
العريس والعروسة والعروسة وأهل العروسة وأهل العروسة وأخوات العروسة وأخوات العروسة وكمان أخوات العروسة وكمان أخوات العروسة وأنا وأنت وأنا وأنت رقصي يا دق يا مزيكا. بتدور على ايه؟ مش لاقي ستين. مش لاقيها ازاي يا راجل؟ شوف قلعتها فين؟ انا عقلي دفتر، انا عارف قلعتها فين. تعالى هنا. وازاي تخش الاوضه من غير ما تبارك للعروسه؟ ايوه صحيح، عندك لها تاني. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك يا رب. يا سامي سامي سامي، شفت الشيكات بتاعتي يا ابني؟ لا يا بابا. حطوا العيال الصيح دي هتضرب ازاي يا بابا؟ دول زمايلي في المدرسه، ما انا اللي عازمهم. يا نهار ابوك، انت عازم المدرسه كلها؟ ابدا يا بابا، دول بقيتهم لسه ما جوش. ايه ده؟ سمور من وشي. استفيد منكم في حاجه؟ يا ماما يا ماما، فين الملابس؟ خدي اروح اختك وانا هروح اشوفهولك. يا زينب يا زينب بنتي، ما شفتيش يا اختي شكلك راحت فين؟ طب يا بابا خد وانا اروح اشوفها. ايه يا بنتي اللي متجهوني ده؟ هو الله، رحتي فين؟ نبيله ايه اللي انت اديتيهولي ده؟ ايه دول يا بابا؟ البنات اللي عزمتهم في المدرسة. يا بنتي حرام عليك، يعني لازم تعزمي كل دول؟ قول يا بابا عزمت على فصل واحد بس. عامل ايه بس؟ خد يا بابا وروح اقابلهم. وانتي ما عزمتيش حد انتي كمان؟
انا هشوف اكتر من اللي شفته. في واحد ضابط تحت بيسال عليك. انت متاكد انه بيسال عليا؟ ايوه بابا. ما قالكش حاجه؟ لا. انت دلوقتي يا حبيبي راجل البيت، لازم تاخد بالك من اخواتك، فاهم؟ مش فاهم يا بابا. بكره تفهم كل حاجه. سيبني دلوقتي، سيبني سيبني. حسين مالك يا حسين؟ ولا حاجة. الله، قول لي مالك. مش هو ده الفرح اللي كنت عاوزة تعمليه لبنتك؟ مش هو ده الفرح اللي بتتمناه كل بنت؟ ربنا يخليك يا حبيبي وتفرح بيه. أنا لا عاوز أفرح ولا عندي وقت أفرح بعد كده. ليه كف الله الشر، حصل إيه؟ حصل إني رحت سهلة. ما هو علشان أرضيكي وأرضي الناس وأرضي أهل العريس مديت إيدي على العهد اللي عندي، أخدت 150 جنيه. يا نسبتي. ليه يا حسين عملت كده؟ ما انا كنت ناوي اسدد المبلغ لما اصرف استبدال المعاش، لكن الروتين، الروتين الله يخرب بيت الروتين. نسيت يا حسين ان عندك ولاد. انا اللي نسيت. يا ما قلت لك يا زينب، يا ما قلت لك خلينا نمشي على قد حالنا، خلي بقى حد غيري يربي اولادك. بعد الشر عليك، ما حدش هيربيهم غيرك. غيري؟ طب ونس مستنيني تحت من زمان، المدير بلغ عني. انا اسف يا حسين، انا غلطان. طيب معلش مساحي دموعك، اطلعي بره للمعازيف، انا مش عاوز حد يسمع حاجه ابدا عن الموضوع ده، فاهمه؟ وهتعمل ايه؟ اعمل عمل ربنا احسن من نفسي للبوليس بقى وامري لله. زينب تسيب المعازيم، ارجعي. خدني معك يا حسين، ما تسيبنيش، هعمل ايه انا واولادك من بعد؟ خدني معك. مش كده يا زينب، هتخلي الناس كلها تاخد بالها، اطلعي، ارجعي للمعازيم تاخد بالها، ارجعي يا زينب. ماما راح فين؟ مش عارفه. انت عايزه ايه؟ انا بقول يعني ما دام المأذون لسه موجود اخطبك منه ونكتب كتابنا بالمره. ايه رايك؟ امال عم يحسن فين يا ابني؟ لاقيه انا ولا ايه؟
يا ميت ناسا ما الظبط اللي تفضلت فيه؟ ده كان بيكلم الأستاذ. أهلاً حسين أبو ليلتنا ناجت بإذن الله. الظبط راح فيه؟ اترجيت ويسامحك، قلت له دي ليلة مفترجة، طلعت لحلال ومشي. مشي؟ إيه العملة السود اللي عملتها دي يا حسين؟ الله يا مروس خلي كنت مضطر. وعهد الله ملك حق واصل، أنت نسيت إن عندك ولد عايز تخيب أملهم وتضيع مستقبلهم. على كل حال ربنا سترهم. إزاي؟ دفعت لك الفلوس اللي ناقصة من عهدتك من جيبي، ولما تقبض الاستبدال ابقى سددها. يعني أنا عهدتي بقت مظبوطة؟ مظبوطة قوي. طب ما بالظبط كان جاي يعمل إيه؟ كان جاي يعمل لك محضر عشان استعملت الميكروفون من غير إذن. ميكروفون؟ ميكروفون؟ يا بنت كريم يا رب يا بنت كريم. يا حسين أفندي خدني معاك يا حسين أفندي. لو سمحت بس كلمة صغيرة. خير؟ أنا كنت عاوز أطلب من حضرتك إيد مدموزيل نبيلة. أيوة يا ابني وماله أمك؟ فين؟ إيد نبيلة. جواز؟ أيوة. ثاني؟ الله عمي عمي مالكش حق تعمل في الراجل كده. إيه اللي حصل بس؟ أنا غلطت في حاجة. ما غلطتش كيف؟ بقى الراجل لسه محروسش من جواز بنته الأولانية. تقوم تقول له على جواز بنته الثانية؟ أنا آسف يا عمي، أنا مش مستعجل والله، ومع ذلك أنا مستعد أساعدك في المصاريف وفي الجهاز وفي الفرح وفي كل حاجة. إيه؟ بتقول إيه؟ أنا مستعد أساعدك في المصاريف وفي الجهاز وفي الفرح وفي كل حاجة. إيه الكلام الفارغ اللي بتقوله؟ أنت مش قلت هتتجوز بنت أختي؟ مالك أنت ومال الجهاز؟ أنا هجهز الجهاز ما جهزتوش عروسة قبل كده، مش زي الجهاز العرق اللي جابوه لجلال، أنت فاهم ولا إيه؟ الله يعني نطقتي دلوقتي؟ ما أنت كل ما حد يكلمك. عمي قلت إيه يا عمي؟ أنا هساعدك في المصاريف والفرح والجهاز وكل حاجة. عمي سمعني يا عمي؟ أنا هساعدك في الفرح والمصاريف والجهاز وكل حاجة. مبروك يا شفيق. متشكرة يا بابا. مبروك مبروك مبروك.